لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك معنا سيادة السفير. بداية، كيف ترى مشاركة مصر لأول مرة كعضو في منتدى أعمال تجمع بريكس؟ بكل تأكيد مشاركة على مستوى القمة تعكس أهمية تجمع البريكس، وما نتطلع إليه جميعا من خلال هذه المشاركة ومن خلال هذه العلاقة الهامة مع واحد من أهم التجمعات الدولية التي يمكن من خلالها إعلاء صوت واهتمامات دول العالم الثالث، بالإضافة لأنها اقتصاديات كبرى واعدة. لا شك أن استضافة مدينة كازان الروسية لهذه القمة التي بدأت منذ قليل بكلمة للرئيس بوتين ستنطلق في أعمال القمة المغلقة قبل أن تتسع لباقي الوفود. ستبحث قمة البريكس التطورات طبعا الدولية والتعاون الاقتصادي، وستعرض مصر لرؤيتها في هذا الصدد، وبحث أيضا القضايا الدولية الحالة سواء كانت قضايا سياسية رئيسية يتعرض العالم لها حاليا، سواء كان استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لعامها الرابع أو استمرار الأوضاع على اضطرابها في الشرق الأوسط من حرب إسرائيلية ضروس على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان. تعاون طبعا اقتصادي بين دول التجمع سيكون هو العنوان الرئيسي. قضايا مثل تغير المناخ أيضا ستتناولها القمة، ولكن الأهم أن تجمع البريكس بمؤسساته الاقتصادية وبقدراته البشرية والاقتصادية يعد فرصة لدول العالم الثالث التي تتحدث دوما مصر باسمها لإطلاق نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة والتعاون فيما بينها، بما يعيد اللحمة لدول النامية ودول العالم الثالث مع أطراف دولية كبرى ذات تأثير كالصين وروسيا والبرازيل والأشقاء في جنوب إفريقيا، بالإضافة للدول التي ضمها التجمع مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية وإيران وإثيوبيا. كل هذه الدول معا ستعمل من أجل خلق مكانة لهذا التجمع في نظام أكثر عدالة للعولمة الجديدة المبنية على رعاية المصالح المتبادلة خاصة لدول العالم الثالث، بعيدا عن النظام القائم بمؤسساته المالية شديدة القسوة على دول واقتصاديات العالم الثالث. البريكس تجمع له مستقبل كبير، ومشاركة السيد الرئيس اليوم هي تعبير لا شك عما تضعه مصر من آمال على هذا التجمع ومؤسساته وعلى العلاقات الدولية القائمة مع أركانه من دول كبرى ودول إقليمية ذات تأثير كما عددتهم. ومن هنا أعتقد أننا أمام محفل أنشئ ليقيم العدالة الدولية في النظام الاقتصادي والسياسي والأمني بعيدا عن الاستغلال وشراسة العولمة القائمة. نعم. في هذه المرحلة. لكن سيادة السفير، فكرة ومفهوم العدالة الدولية يعني هو مفهوم واسع للغاية ويتحمل الكثير من التحديات أمامه، وبالتالي ما هي التحديات التي هي أمام مجموعة البريكس للوصول إلى هذا الهدف المنشود العدالة الدولية؟ أظن عدد من العناصر الهامة التي يجب مراعاتها في هذا الصدد. أولا، العدالة الدولية التي يتم الضغط عليها كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق مثلا بالقضية الفلسطينية، هو تعطيل مسار العدالة الدولية وللنظام العالمي القائم على المبادئ والقانون. ثانيا، تعطيل مؤسسات صنع القرار الدولي من خلال الأحادية ومن خلال الفيتو الأمريكي الذي يحول دون
التعبير عن الإرادة الدولية بالشكل الذي تأمله الدول كافة. الاستغلال الاقتصادي من خلال مؤسسات برايتن أند وودز أو المؤسسات المالية الدولية القائمة لا يترك مجالا لاقتصاد نامي أن يعيد بناء هياكله الاقتصادية، فيتحقق نتيجة لهذا الاستغلال والضغط إرهاق للشعوب وإرهاق للاقتصاديات كما نلاحظه في العديد من بلداننا. الأهم في النظام العدالة الاقتصادية الذي نأمله من خلال بريكس أن نعمل معا من أجل مصلحة المجموع، ولذا تجدين سيادتك أن التعددية هي أحد أركان العمل المشترك من خلال البريكس، ومن خلاله حققت مصر مكاسب اقتصادية هامة ومؤثرة بلغت ربما أكثر من 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع البريكس، وبلغت أيضا قيمة استثمار دول البريكس نحو مليار دولار تقريبا، يعني 891 مليار دولار حجم الاستثمارات، قد يصل هذا العام لمليار دولار، أمر أيضا هام جدا. طبعا العاملين المصريين أيضا بتجمع دول البريكس سيكون أمامهم الكثير من الفرص في هذا الإطار الجامع، ومما لا شك فيه أن العلاقة مع دول كالصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والأشقاء من السعودية ومن الإمارات وكذلك إيران وإثيوبيا كلها أطر يمكن من خلالها بحث القضايا، سواء تلك المتعلقة بالعالم ككل أو بالدول فيما بينها، مثلا كالعلاقة المصرية الإثيوبية المتوترة بسبب ملف المياه. يتيح تواجد السيد الرئيس في كازان اليوم ربما التباحث مع القادة بما فيها إثيوبيا حول القضايا المشتركة. ننتقل أيضا لفكرة التعددية، يعني هذا العالم الذي تقود الولايات المتحدة وكما نشاهد في نزاعات الشرق الأوسط أو حتى قيادتها للغرب في وسط أوروبا من خلال الحرب الروسية الأوكرانية لمدة 4 سنوات ولم تنتهي بعد، كلها قضايا تعكس مخاطر هذه الرؤية الأحادية وهذه الهيمنة والسيطرة الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، بينما بريكس تسعى كتجمع لتعزيز التجارة والاستثمار. طيب كيف يمكن سيادة السفير تحقيق هذه التعددية، تحقيق هذه العدالة، وأنت تذكر لنا منذ قليل فكرة الهيمنة الغربية على الاقتصادات الدولية، ولكل دولة داخل بريكس لها حساباتها ولها استراتيجيتها وأيديولوجيتها في التعامل مع الغرب ومع القوى العظمى، وبالتالي فكرة الاندماج الكل في واحد في هذا التجمع والوصول إلى فكرة جمعية سواء كانت التعددية أو حتى فكرة العدالة الدولية كما ذكرت سيادة السفير هي صعبة، صعبة المنال، يعني خاصة في ظل الأوضاع الحالية العالمية سياسيا واقتصاديا، فما الذي يسعى إليه بريكس يمكن تحقيقه على أرض الواقع من خلال هذه النسخة ومن خلال هذه التفاهمات الدولية من خلال أعضاء بريكس؟ بكل تأكيد، يعني لدينا عضوين دائمين في الأمم المتحدة روسيا والصين، وأيضا لدينا الهند والبرازيل. صحيح. ومصر وجنوب أفريقيا، دول يعني بتتطلع لعضوية مجلس الأمن الذي بدأ الحديث بشكل جاد عن توسيعه ومنح دول العالم الثالث وإفريقيا المكانة المستحقة في مجلس الأمن، أي استعادة الوجه الحقيقي للتعددية على مؤسسة صنع السلم والأمن الدوليين وهي مجلس الأمن. ننتقل بعد ذلك للتعاون الاقتصادي من خلال تبادل الاستثمارات وذكرت أرقامها وتبادل التجارة بين دول تجمع البريكس، وكذلك هناك مؤسسات لدى دول التجمع هامة للغاية، مؤسسات اقتصادية أقصد، وأنا أعتقد أن هذه
المؤسسات تستطيع أن تدير علاقة قوية بين دول، خاصة وأن دول البريكس تقدم 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأيضا حققت البريكس عام 2023 16.7% من حجم التجارة. بكل التأكيد البريكس هي يعني منظومة دولية لدول متوافقة حول أهمية التعددية وتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، بما يقود العالم لمسار للعولمة أكثر عدالة اقتصادية وأكثر أمنا وسلامة، ويعيد لمنظمات الأمم المتحدة هيبتها، خاصة منظمات العدالة الدولية التي كبلتها القوى الغربية والولايات المتحدة من اتخاذ قرارها على سبيل المثال بشأن ما يتعرض له شعبنا في فلسطين من إبادة جماعية، أو تعطيل قرارات التوقيف في المحكمة الجنائية ضد مجرمي الحرب في إسرائيل. الأمر الذي يدعونا للاعتقاد أن تجمع البريكس بما سيحققه من تفاهمات سياسية وأمنية وعسكرية، وعلى الأخص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي وتبادل التجارة بالعملات المحلية، سيخرج نصف اقتصاديات العالم من هيمنة الغرب ومن مؤسسات التمويل التي أضرت ولم تفيد حتى الآن دول عالمنا الثالث بما فيها مصر. طيب، وفقا لمبدأ الإفادة والاستفادة، ما أولويات مصر في المشاركة في هذه النسخة؟ ماذا تريد مصر من البريكس، وماذا يريد بريكس من مصر؟ يعني مصر تتطلع لأن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي من خلال هذه الآلية، آلية البريكس، التي تعد واحدة من الأطر الواعدة التي يمكن من خلالها أن تعزز مؤسسات تمويل أكثر عدالة. تذكرين سيادتك وجمهور المشاهدين أن في قمة البرازيل عام 2014 تم إنشاء بنك تنمية البريكس، واللي هو البنك الذي يمكن من خلاله تحقيق عمليات تنمية بتمويل متناسق. وهناك أيضا ما أنشئ في الصين في شنغهاي، وهو صندوق الاحتياطي. طبعا اتفاقية احتياطي الطوارئ ستكون أيضا متاحة. وهناك بنك الإعمار والتنمية حسب تجمع شنغهاي، وتدير دول بريكس الخمسة أيضا. وحول هذا الأمر يعني هناك نحو 50 إلى 100 مليار قد يصلهم هذا البنك، وهو بنك متعدد الأطراف تديره دول البريكس. بمعنى أننا إذا كنا نتحدث عن بنك التعمير الدولي أو البنك الدولي، فهناك أيضا محاولة من دول البريكس لأن يكون هناك بنك تنمية متعدد الأطراف. لا أستطيع أن أقول أنه بديل عن البنك الدولي، ولكنه بنك يقدم لدول العالم الثالث مخارج أكثر عدالة وأكثر نجاعة اقتصادية واستثمارية وتجارية. ولا شك أيضا أن مجموعة شنغهاي تساهم من جانبها أيضا بمؤسسات. كل تلك المؤسسات الجديدة ستقدم لدول العالم الثالث مسار أكثر أمنا من النواحي الاقتصادية والتنمية. نعم، لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يحمل الكثير من الرسائل، وخرج منه أيضا الكثير من العلاقات الثنائية ومشاركات مستقبلية مهمة في حقيقة الأمر. كيف قرأت هذا اللقاء على هامش القمة؟ طبعا تتعرض روسيا لضغوط كبيرة في الحرب الغربية الدائرة على الأراضي الأوكرانية منذ 3 سنوات، ومصر وروسيا والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين هو تاريخ من العلاقات الهامة والمؤثرة على مسار الأوضاع في الشرق الأوسط. وربما إشغال روسيا بهذه الحرب جعل من منطقتنا نهبا
لسياسات غربية وأمريكية وإسرائيلية شديدة الوطأة، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرة مصر على التأثير وتدخل الرئيس بوتين. وروسيا أعلنت منذ أيام قليلة أنها يمكن أن تقدم وساطة أو قدر من تخفيف الضغوط على الأشقاء في فلسطين، وهو ما نرحب به. الأمر الآخر والأكثر أهمية هو أن هناك علاقات ثنائية مصرية روسية هامة تتنوع أنشطتها بما هو اقتصادي وتجاري ومدينة صناعية في منطقة غرب خليج السويس، منطقة صناعية استثمارية روسية هامة، وهناك العديد من مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والاستثماري وكذلك الأمني والعسكري. فكما تعلمين يعني جزء هام ورئيسي من قدراتنا الصناعية والعسكرية ترتبط في علاقات تاريخية مع روسيا التي قدمت الكثير عبر تاريخها لمصر. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.